السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في درس جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس ديال لو كونت دو برودوي اي شارج او ما يسمى اختصارا بالسي بي سي. دونك غادي نشرحوا شنو هو لو سي بي سي وغادي نديروا واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش نفهموا مزيان. دونك نبدا. اولا شنو هو لو سي بي سي او لو كونت دو برودوي اي شارج؟ يعني بين قوسين في النظام المغربي يعني في السيستم ماروكا كيتسمى لو سي بي سي وفي السيستم فرونسي كيتسمى لو كونت دو ريزولتا، هما عند نفس المعنى. لو برودوي او لو كونت دو برودوي اي شارج سي بي سي il fait partie des états de synthèse. كنا ديجا هضرنا على هاد لي زيتا دو سانتيز، كنا راه منهم لو بيلون لو سي بي سي لو اس جي، يعني بزاف. وهاد لو سي بي سي هو واحد من هاد لي زيتا دو سانتيز. شنو هو الهدف منه؟ اولا il permet de regrouper les produits et les charges dans l'objectif de déterminer le résultat. دونك الهدف منه هو اننا كنحطوا لي برودوي في جهه ولي شارج في جهه اخرى، وكنديروا في الاخير كاع هاد لونسومبل ديال لي برودوي كنقسم منهم لونسومبل ديال لي شارج ديال لونتربريز بوندون اون بيريود دوني جينيرالمون ليكزيرسيس كامل، باش كنعرفوا في الاخير واش درنا، يعني شنو هي النتيجه ديال النشاط ديال هاد الشركه لمده سنه، واش درنا ربح ولا درنا خساره ولا شفنا التعادل. دونك هذا هو الهدف منه. هاد لو سي بي سي يعني كيتكون من مجموعه ديال الاقسام الى بغينا، وغاديين يعني كنبداو من الفوق وحنا هابطين حتى لتحت باش كنلقاو هذاك لو ريزولتا اللي كنقلبوا عليه. دونك شنو هو هذاك يعني لا ترونش الاولى؟ هي لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون. اولا هما سته، الاولى هي لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون، بمعنى شنو هي النتيجه ديال هذاك ديال لي برودوي، يعني لي برودوي ديكسبلواتاسيون موان لي شارج ديكسبلواتاسيون. شنو هو برودوي ديكسبلواتاسيون؟ هما جميع العائدات، بغينا نسميوهم بالعربيه العائدات الماليه، يعني داكشي اللي دخلات لونتربريز ولكن اللي عنده علاقه فقط بالو سيستيم ديكسبلواتاسيون ديالها، يعني بالنشاط اليومي العادي ديال هاد لونتربريز. موان لي شارج حتى هما ديكسبلواتاسيون، لي شارج ديكسبلواتاسيون يعني لي شارج، يعني ما انفقت هاد لونتربريز، هادي جميع ما انفقته هاد لونتربريز ولكن غير في ليكسبلواتاسيون، يعني ما له علاقه بالنشاط العادي ديال هاد لونتربريز. دونك في النتيجه شنو كيعطينا؟ كيعطينا لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون، يعني عندنا غير النتيجه ديال كل الانشطه، يعني النشاط العادي ديال لونتربريز، يعني كي غوليف دو ليكسبلواتاسيون. من بعد كندوزو لو ريزولتا فينانسي. لو ريزولتا فينانسي هو لي برودوي فينانسي موا لي شارج فينانسيير. لي برودوي فينانسي هما جميع العائدات، عاوتاني جميع العوائد الماليه اللي كدير هاد لونتربريز ولكن عندهم العلاقه بالجانب المالي فقط. شتو هنايا فرقنا الفوق، خلينا كل ما هو عنده علاقه بالاكسبلواتاسيون ديال لونتربريز وحده، وانتقلنا لكل ما له علاقه بالجانب المالي. ومن بعد غادي نعطي امثله باش تفهموا مزيان. دونك كنديروا عاوتاني لي برودوي فينانسي موان لي شارج فينانسيير، كيعطينا لو ريزولتا فينانسي، يعني النتيجه ديال النشاط ديال هاد لونتربريز اللي عنده علاقه فقط كل ما هو مالي فينانسي. كندوزو من بعد لو ريزولتا كورون، وهاد لو ريزولتا كورون هو لو ريزولتا ديكسبلواتاسيون بلس لو ريزولتا فينانسي، كيتسمى لو ريزولتا كورون، النشاط او يعني العادي. هذا هو لو ريزولتا كورون. كاين عاوتاني لو ريزولتا نون كورون، هاد لو ريزولتا نون كورون هو النتيجه ديال الانشطه الغير الاعتياديه ديال هاد لونتربريز، كيجمع عاوتاني لي برودوي نون كورون كنقصوا منهم لي شارج نون كورونت.
هاد لي برودوي نون كورون هما جميع ما دخلاتو يعني اون كيسا في الشركه دخلاتو يعني عوائد يعني ربحيه اللي دخلاتو، ولكن عندهم علاقه بواحد النشاط غير عادي يعني ما عندو حتى يعني ما عندوش علاقه مثلا بالنشاط اليومي ديال لونتربريز. كما قلت من دابا شويه غنعطي امثله. عاوتاني كنقصوا من هاد لي برودوي نون كورون كنقصوا منهم لي شارج نون كورون. شنو كيعطينا في الاخير يعني كنهبطوا للمرحله اللي من بعد اللي هي لو ريزولتا افون امبو، لو ريزولتا قبل ما نطبقوا يعني قبل ما نحيدوا الضريبه على الدخل او الضريبه على الشركات او الضريبه على الناتج يعني لامبو سور لو ريزولتا. هو هذاك لو ريزولتا كورون اللي شفنا في الاول ولا ريزولتا نون كورون يعني كنجمعوا كل شيء. من بعد كنحيدوا هذاك لامبو يعني كنحيدوا الضريبه اللي خاص لونتربريز تخلصها على داك الارباح ولا على داك الناتج اللي دارته. دونك عطينا في الاخير لو ريزولتا ابري امبو يعني من بعد ما حيدنا لامبو، واللي كيساوي لو ريزولتا افون امبو ناقص لامبو سور لو ريزولتا. دونك هادو هما الاقسام الكبرى اللي كيتكون منها واللي كيدوز منها هاد لو سي بي سي باش كنلقاو في الاخير لو ريزولتا. غنعطيكم هنايا امثله باش تفهموا مزيان شنو هو لو برودوي ديكسبلواتاسيون، وهناك يعني من الاحسن تهزوا معكم لو بلون كونطابل باش تمشيو معايا يعني باش تفهموا هاد لي كونط اللي كنحطوا المراحل اللي كنحطوا لي شارج. دونك عندنا غير لي شارج ولي برودوي، لا كلاس 6 ديال لي شارج ولا كلاس 7 ديال لي برودوي، وهادو كيتسموا دي كونط دو جيستيون يعني لي شارج ولي برودوي كيتسموا دي كونط دو جيستيون. الاخرين كيتسموا لي كونط داكتيف بحال لا كلاس 1 2 3 5 هادو كلهم كيتسموا دي كونط داكتيف، هادو كيتسموا لي كونط دو جيستيون. دونك لاحظوا معايا لي شارج ديكسبلواتاسيون ها هما لي شارج ديكسبلواتاسيون. عندنا لا روبريك 61 يعني 61 الى مشيتو لو بلون كونطابل وقلبتو في وسط من لي شارج يعني غنمشي لا كلاس 6 هي الاولى، من بعد غيتهبط غيتلقى لي شارج ديكسبلواتاسيون اللي هو لا روبريك ديالهم يعني النيميرو ديال لا روبريك هي 61، ومن تحت هاد 61 غتلقى دي كونط عاديين يعني هادو هما لي شارج اللي كيدخلوا في ليكسبلواتاسيون. مثلا الشاط مثلا الشاط دو ماتيير بروميير لو كونت ديالها هو 61 21. عندك لوكاسيون اي شارج لوكاتيف لو كونت ديالهم هو 61 31. مثلا لي شارج سوسيال لو كونت ديالهم هو 61 74. دونك لاحظوا عندنا مجموعه ديال لي شارج اللي داخلين يعني طبيعيا داخلين في وسط من لي شارج ديكسبلواتاسيون. دونك ملي كتبغي تقلب على واحد لو كونط باش تعرفوا واش كاين في لي شارج ديكسبلواتاسيون ولا في لي شارج فينونسيير ولا في لي شارج نون كورون، كتاخذ غير لو نيميرو دو كونط ديالو وكتشوف يعني فين كاين، واش كاين في وسط من لي شارج ديكسبلواتاسيون اللي لا روبريك ديالهم هي 61 61 ولا كاين في شي بلاصه اخرى. دونك هكذا كنقدروا نعرفوا فين كاين يعني طبيعه ديال واحد لا شارج، واش هي شارج ديكسبلواتاسيون ولا شارج فينونسيير ولا شارج نون كورون. من بعد كنمشيو كندوزو يعني الى خديتي البلون كونطابل، من بعد ملي كتسالي هاد لا روبريك 61 كتلقى لا روبريك 63 اللي فيها لي شارج فينونسيير. راه غتلقى واحد لو تيتر لي كبير عريض سميتو شارج فينونسيير لا روبريك 63. تحت منها غتلقى مجموعه ديال لي شارج، مثلا عندنا انتيغي دي زونبران هي اون شارج فينونسيير، غتلقى مثلا بيرت دو شونج هي شارج فينونسيير. دونك ملي تلقاها في شي تمرين مثلا يقول لك ايتابليغ لو سي بي سي وتلقى هاد لا شارج ديال بيرت دو شونج عرفها اوتوماتيكمون من لو نيميرو دو كونط ديالها راه كاينه في وسط من لي شارج فينونسيير. دونك غادي تعرف فين غادي تحطها في لو سي بي سي. من بعد غادي تلقى لي شارج نون كورونت لا روبريك ديالها هي 60 هي 65 هي 65. دونك مثلا عندنا بيناليتي اموند فيسكال او بينال
ولا سوبونسيون اكوردي دو ليكزيرسيس، كلهم دي شارج اللي داخلين في النون كورونت. اولا علاش تسمات النون كورونت؟ انا غادي نعاود نرجع من الاول، غنبدا من شارج ديكسبلواتاسيون. علاش تسماو هادو كلهم هادو دي شارج ديكسبلواتاسيون؟ علاش؟ لاحظ معايا مزيان، اشرا دو ماتيغ بروميير، هاد العمليه يعني ملي كتنونتربريز كتمشي كتشري المواد الاوليه اللي كتستعملها في الانتاج، هادي راه واحد لا شارج اللي كدار ديما تقريبا يوميا، الا ما كانتش يوميا على الاقل تكون اسبوعيا او لا شهريا، بمعنى يعني بوندون هذاك ليكزيرسيس، يعني في هذيك السنه كامله ديال الاشتغال، هاد العمليه ديال لابروفيزيونمون ديال يعني ملي كتشري لونتربريز المواد الاوليه، هاد العمليه كديرها دائما، دونك داخله في ليكسبلواتاسيون ديال لونتربريز. تفهمنا؟ مثلا هاد لوكاسيون اي شارج لوكاتيف، نفترض انه هاد الشركه هادي مثلا كاريه واحد لوكال، واحد المقر ديالها فين كتشتغل، غير كاريه ماشي ديالها، هاديك هذاك المحل اللي كاريه مثلا كل شهر، راه كل شهر كتخلص هذاك اللوي، وكل شهر كتخلص دوك لي شارج اللي عندهم علاقه بهذوك اللوي هذاك الكيرا، دونك حتى هو داخل في لي شارج ديكسبلواتاسيون. لي شارج سوسيال مثلا هما اللي كتخلص لونتربريز، مثلا لو بيرسونيل ديالها سون دي شارج سوسيال كيتخلصوا كل شهر، حتى هما داخلين في لي شارج ديكسبلواتاسيون. فهمنا؟ لي شارج فينونسيير هادو عندهم علاقه بالجانب المالي، مثلا انتيغي دي زونطخ لونتربريز مشات اسيدي خدات واحد الكريدي من عند لابونك، كل شهر ولا كل سيمانه ولا كل تريميست ولا كتخلص هذوك الفوائد اللي زايدين عليها، دونك كتخلصهم، هادو داخلين عندهم علاقه فقط بالجانب المالي، دونك غادي نسجلوهم تحت من شارج فينونسيير. بيرت دو شونج مثلا، هادي مثلا درنا بعنا واحد السلعه بشي عمله وحده اخرى من غير الدرهم، دولار ولا الاورو ولا، ومن بعد عاود ثاني فاش جات لا دات باش نخلصوها، يعني ما بين لا دات فاش طلبنا هاد السلعه وما بين لا دات فاش غادي نخلصوها، وقع واحد الديكالاج، يا اما يكون يا اما الفارق ما بين العمله ديال المغرب المقارنه مع الاورو، يا اما الفرق يكون طلع ولا هبط، دونك يا اما غادي يعطيني بيخت دو شونج، الا عطاني بيخت دو شونج راه غادي نسجلها في الشارج فينونسيير، اعطاني كان دو شونج بمعنى ربحت من هذه العمليه ديال صرف العمله، كنسجلها في لي برودوي فينونسي. دونك فهمتوا مزيان شنو يعني كيفاش علاش كنسميوها شارج فينونسي؟ عندنا لي شارج نون كورونت، هاد لي شارج نون كورونت يعني شي واحد لا شارج اللي ماشي دائما لونتربريز كتخلصها، يعني كتجي في واحد المرحله استثنائيا، الا بغيتي استثنائي، مثلا هاد بيناليتي يا اموند فيسكال او بينال، افترضوا مثلا انه لونتربريز ديالنا خدات شي سلعه من عند شي شركه وحده اخرى ولا من عند شي حد ما خلصتهاش في الوقت، وناض الاخر يعني ملي كنقول الاخر يا اما يعني الشركه الاخرى اللي شرينا من عندها السلعه، ناض يعني قضاتنا في المحكمه، مثلا قضاتنا في المحكمة وحكمات المحكمة لصالح هذه الشركة يعني حكمات ضدنا باش نخلصوا واحد الغرامة، هاد لي كونفلي هادو هاد لي كونفلي ما كيكونوش دائما، يعني كتكون حالة استثنائية ماشي دائما، حنا غنبقاو نخلصوا العقوبات ولا غنبقاو نخلصوا الغرامات، كنخلصوها مرة في عام ولا مرة في 5 سنين ولا، دونك وقت ما وقعت شي حالة بحال هكا كنسجلوها في لي شارج نوبور. فهمنا؟ ندوزو دابا لي برودوي ديال لا كلاس 7، يعني ملي تبغي تلقى لي برودوي في لو بلون كونطابل غتمشي ديريكتومون لا كلاس 7، لا كلاس 7 عفوا، غتلقى عاوتاني لي برودوي ديكسبلواتاسيون، لي برودوي فينونسي، ولي برودوي نون كورون بحال لي شارج. لي برودوي ديكسبلواتاسيون في لا روبريك 71 كنلقاو مثلا فونت دو مارشانديز او ماروك، لا فونت دو مارشانديز على ترونجي ماشي مشكل، او فونت دو بيان برودوي، يعني اما هاد لونتربريز هادي يعني اون اونتربريز كوميرسيال ولا اون اونتربريز برودكتيف اندستريال
كتنتج او لا غير كتبيع سلعه. فونت دو مارشانديز هادي داخله في يعني في النشاط اليومي العادي ديال الشركه بحال فونت دو بيان برودوي. لي برودوي فينانسي لا روبريك 73 هادي عندنا مثلا لي ريفوني دي تيتغ دو بارتيسيپاسيون. مثلا انه لونتربريز ديالنا عندها اسهم في واحد الشركه ياك، عندها مساهمه في راس مال ديال شركه واحده اخرى، هذيك الشركه الاخرى ملي كدير ارباح لونتربريز كتاخذ النصيب ديالها على حسب داك المساهمه ديالها في الشركه. دونك هادو كيتسموا دي ريفوني دو تيتغ دو بارتيسيپاسيون. هادو حتى هما عندهم طابع يعني مالي، داكشي علاش كيتسجلو في لي برودوي فينونسي. كاين عاوتاني لي زانتيغي اي برودوي اسيميلي. نفترضو هنا دونك في الحالة الأولى ديال لي شارج، دوك لي زانتيغي لي كنخلصوهم. مثلا ملي كنكونو حنا خدينا كريدي من عند لابا كنخلصوها لي زانتيغي. الوغ في الحالة الأخرى لي لونتربريز هي لي كتعطي هداك لو كريدي، هي اللي الى كورد لو كريدي لشي حد اخر، دونك هي كتسنى من هذاك الاخر اللي عطاتو كريدي انه يبقى يخلصها لي زانتيغي. هاد لي زانتيغي كيتسموا انتيغي اي برودوي اسيميلي لو كونت 73 81. هادو يعني ارباح كيدخلوا لونتربريز دي زونكيسمون كيتسجلوا في لي برودوي فينونسي لان عندهم طابع مالي. ارا لي دابا لي برودوي نون كورون بحال مثلا لي برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريت. نفترضوا انا لونتربريز، يعني هنا يرجعوا للدرس ديال لاموغتيسمون باش تعرف تفهموا شنو هو هاد برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريت. دونك نفترضوا ان لونتربريز باعت واحد الماتيريال، هذاك الربح اللي جا من مورا هذيك البيعه ديال ديك الماتيريال هذا كيتسمى برودوي دي سيسيون دي زيموبيليزاسيون كوربوريت، وعندو طابع استثنائي. علاش؟ لان لونتربريز ما كتشريش واحد، مثلا افترضوا انها باعت واحد الكاميون كانت كتقضي به الغرض، يعني كتبيع وتشري به ملي اموخته ولا ملي بغات تجددو ولا بغات تبيعو، يعني مثلا بغات تبيعو. هاد العمليه ديال البيع ديال هاد الكاميون ولا ديال هاد الفيكول ماشي واحد العمليه اللي كنديروها دائما، حتى هي عندها طابع استثنائي. لان النهار شرات لونتربريز هذاك الكاميون ما شراتوش لهدف يعني سبيكولات، ما شراتوش وبغات تبيعو في نفس الوقت باش تربح من مورا، لا هي شراتو باش تخدم به، باش دير به مثلا لا ليفريزون ديال لي برودوي ديالها، ولا بغات دير به مثلا لا بروفيزيونمون ديال لا ماتيير بروميير. المهم انه هاد العمليه هادي عندها طابع استثنائي، داكشي علاش كنسجلوها لي برودوي نون كورون. بحال مثلا عاوتاني هاد المثال الثاني ديال لي سوبفونسيون ديكيليبر روسو دو ليكزيرسيس. افترضوا ان لونتربريز يعني خدات واحد المنحه ولا دعم مثلا من عند الدوله راه عطاتها واحد الدعم. هاد الدعم اللي خداتو لونتربريز ماشي دائما كتاخدو، يعني كتاخدو مره في شحال، هادشي علاش عنده طابع استثنائي، تا هو كيتسجل في لي برودوي نون كورون. دونك دابا فهمتوا كيفاش كنتعاملوا مع لي برودوي ولي شارج، اللي تخوا كلاس ديالهم، يعني لي شارج لي برودوي ديكسبلواتاسيون، شارج لي برودوي فينونسي، شارج لي برودوي نون كورون. فهمنا مزيان، نمشيو دابا ننتقلوا لحاجه اخرى.